حكينا ايش بصير الخلل اذا راح عند البرايمري والسكندري، وحكينا عرفنا الادنوزه واعطينا امثله عليها، وحكينا على الابراكسيا وحطينا امثله عليها. وشو كانت الابراكسيا؟ اللي هو ان الواحد ببطل قادر يعطيني complex movement although there is no weakness or paralysis. وحكينا على الاسوسيشن كورتكس وكيف انه كانت الاسوسيشن كورتكس في اكثر من sensation اكثر من information بتصير البروسيسنج مع بعض عشان يعطيني one complex information او one new modalities. وديناكم مثالين عن الفانكشنال اسوسيشن كورتكس، واحدة كانت في flavor area، وديناكم كيف انه اللي هي الباو والفاو كيف الواحد بصير يسمع غير بناء على visual information. وحكينا المرة الماضية انه ثلثين البرين يعتبر عندي، هل بمسك الباب متذاكر؟ ثلثين البرين يعتبر عندي اسوسيشن كورتكس، لانه هي الاهم، هي اللي بتعطيني الريل انتراكشن وذ ذا وورد واتسترا. هلا اليوم حنحكي على منطقتين مهمات بالاسوسيشن. في عندي المنطقه اللي هون الاماميه من الجزء الفرونتال لوب، الجزء الامامي من الفرونتال لوب اللي هو الروسترال اريا اوف الفرونتال لوب، هاي المنطقة بنسميها prefrontal cortex. والمنطقة الثانية اللي هي الجزء الخلفي من parietal lobe. parietal من هون لهون، الجزء الأمامي كان تاخذه عندي somato sensation، هذا الجزء الخلفي من parietal lobe هذا مين اللي يعتبر عندي association. خلينا بأول منطقة اللي هي البريفرونتال كورتكس. البريفرونتال كورتكس تعتبر عندي المايسترو تاع البرين اللي بيحدد للبرين اي مناطق فيها تشتغل واي مناطق ما تشتغل، اي مناطق تكون اكتف وتعمل بروسيسنج واي مناطق ما تعمل بروسيسنج. وطبعا الاشي اللي الكورتكس بتعمل بروسيسنج حنوع عليه نفهمه، وعشان هيك بنيجي بنحكي الها دور كبير عندنا بين اتنشن. وخلينا نفحص الاتنشن تاعك ونشوف البري فرونتال قديش شغال ولا لا. الفيديو عندنا كل يركز، الفيديو فيه فريقين، ناس لابسين ابيض وناس لابسين اسود، كل فريق معه كرة سلة وبمرر الطابة بينهم. الهدف يتعدوا كم مرة الفريق اللابس ابيض بمرر الطابة بينهم وبين بعض. كم مرة الفريق الابيض بمرر الطابة؟ راح ما يكون الموضوع سهل، فبليز اللي اللي بتخربط اللي بيجيش على باله يعد، ما يضحك ما يخرب على الناس الثانيين عشان الكل يضل مركز. والكل يركز بالفيديو عشان نعد مع بعض. كل يعد بصوت واطي وما يزعج حدا ثاني. جاهزين؟ يلا اقعد يا بنتي، تعالوا قدام بسرعه، تنتهي اللي اجوا هلا بسرعه 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 بسرعه. يلا Thank you.
مين عنده 14؟ مين عنده 15؟ مين عنده 16؟ طيب السؤال الأهم، كم واحد شاف الغوريلا؟ لا، كم واحد عد 15 وشاف الغوريلا؟ يعني نسبة قليلة، المفروض أحسن من هيك. طيب عشان نشوف عن شو بنحكي، خلينا نعيد الفيديو إعادة. طلعوا معي، بدنا نعيد الفيديو مش نكمل عشان ما تحكوش هذا الفيديو مختلف. لا لا استنوا شوي. ورجع هالقد قد وقف بالنص ونعمل كويس. الفكرة بالموضوع العدد صح 15. الفكرة بالموضوع احنا حكينا انه وظيفة الكورتكس تفسر وهي مسؤولة عن الكونشس، أي شيء حتفسره وحتوعى عليه أنتوا حتحسوا فيه وتفهموه توعى عليه فيلينج كونشس أو أنس أباور. إذا الكورتكس ما فسرته ما انتبهت له ما عملت له بروسيسنج ولا كأنه موجود. واللي مسؤول يحدد حكينا المناطق مين يشتغل البري فرونتال كورتكس، هي مسؤولة على وين توجه انتباهك وأي مناطق من الكورتكس تكون شغالة. فمثلا لما انت بلشت تحضر الفيديو اجت البري فرونتال كورتكس حكت احنا هلا بدنا نعطي الانتباه للفيجن، فيلا يا فيجوال كورتكس اشتغل زياده، انت ودي معلومات اكثر لبقيه البرين وللاسوسيشن اريا. فعشان هيك الاذر سنسيشن كانت داون. بعديها شافت البري فرونتال انه لا دقيقه في ابيض واسود كثير، فيجن ركزي لي على الابيض ودي لي ابيض واي شيء اسود الغي. فمر غوريلا هالقد بوقفوا بعملكم هيك وكلياتكم تقريبا او نسبه كبيره منكم ما بتشوفوا انه البري فرونتال هي اللي حددت على شو انت تنتبه. اللي انت حتنتبه له حتعمل له بروسيسنج حتوعى عليه حتفهمه، وغير هيك لا. انت ما بتشوف بعينك ولا بتشوف البرايمري، يعني فعليا بدك عشان فعليا كونشسلي تشوفه يصير له بروسيسنج، الكورتكس انتبه للكورتكس يعمل له بروسيسنج وتوعى عليه. تمام لهون؟ فاول فانكشن اللي نيجي بنحكي للبري فرونتال كورتكس هي المسؤوله عن تحديد الانتباه. بناء على هي تحدد الانتباه بتخلي مناطق الكورتكس اياها تصير اكتف تعمل بروسيسنج واياها لا. وعاده هذا الانتباه بتحاول تحطه بناء على انت شو اهدافك. شو يور بلان اوف يور فيوتشر؟ فهي بنحكي اللي هي بتخطط لك يور بلان اوف يور فيوتشر، شو اهدافك بتخطط افعالك بناء عليه. بتشوف شو يور بلان، شو هدفك، وبناء عليه بتحاول تسخر عندي الجسم والبرين والكورتكس انه تخلي هاي المناطق اكتف او لا. فمثلا الناس اللي جاي المحاضره كان والله بدي افهم الفيسيولوجي، اجيب علامه اعدل فيها اللي صار فيا بالفيرست والسكند. فالبري فرونتال كورتكس جايبيته هون وهي بالها البلان، احنا نركز ننتبه نفهم ناخذ اكثر قدر معلومات، عامله بتكون البري فرونتال معطي الاكتيفيشن والاتنشن عندي للكورتكس اللي هن الاوديتوري والفيجن عشان تركز معي، عامله اكتيفيشن للاريا اوف ذا برين اللي مسؤوله عن اللي مخزن فيها معلومات السنترال نيرفس سيستم والفسيولوجي عشان ترتب المعلومات وتنسقهم مع بعض وتفسر حكي. اه والله ابراكسيا هاي الكلمه حكاها الدكتور المره الماضيه وهيك معناها. وهل هم جروا؟ بينما اللي جاي بس عشان الحضور والغياب فهو جاي انه الله بعيني 50 دقيقة يمروا بالطول والعرض. فالبري فرونتال كورتكس داخلة هون وهدفها انه في 50 دقيقة بدهم يمروا نخلص منه. فعشان هيك هو بكون قاعد وبتذكر عندي حاليا قاعد شو صار امبارح بالمسلسل؟
ايش اخر بوست انا قراته؟ امبارح الفيديو الفلاني على اليوتيوب مشغل جوا سينما او ايش، والله انا حاعمل بس اروح. امبارح لعبت الشد اللي اكلت شيء الكبه، شغل سينما بسلي حالي. وهذا النوع اللي فعليا بيكون بالعكس عامل انهيبيشن للاوديتوري فيجن، عشان هيك لما نساله عن شو بنحكي بقول لك ليه؟ لانه ما في عندي اتنشن والكورتكس لشو عامل الاشياء اللي عاملتها اكل ولا لا. بعد زي ما حكينا فيها البلان اوف يور فيوتشر، هناك فيها ايش انت هدفك تصير او ايش الهدف نتيجه افعالك، وبتخطط البري فرونتال كورتكس هاي الاعمال بناء على شو الهدف تحاول تسخر عند البرين والجسم له. وعشان تعمل هذا الحكي في مناطق ارياز حتعملهم اكتف بناء على هذا الاهداف. فمثلا امبارح بالامتحان كان في كل كلمه بالسؤال، هاي الكلمه هي اللي بدليل عشان انت تقدر تحل السؤال. فالبري فرونتال كورتكس لما تشوف هذا الشيء بدها تشغل مناطق الكورتكس لحظيا عشان تسحب المعلومات منها وتخليك تتذكر الاجابه. شو معناته؟ بدها تعمل اكتيفيشن لارياز اوف ذا برين او مناطق من البرين او مجموعه خلايا، تخليهم اكتف لحظيا عشان يضخوا معلومات او تسترجع منهم معلومات. فهي انها دخلت بالبروسيسنج اوف ريسيفنج وحتى بالريكول. وهي عمليه انه الخلايا تكون اكتف لحظيا عشان احنا نطول المعلومات فيها سميناها باول المحاضرات working memory او short term memory. فانت في عندك كثير اشياء مخزنه بالبرين اللي حيقدر يساعد انه تطلع لحظيا، تطلع البري فرونتال لانه هي اللي حتعطيهم انتباه. فعشان هيك بنحكي لها دور كثير بالworking memory او بالكوجنيتيف والكونشس اويرنس عن الانفورميشن، سواء ان ريسيفنج من ناحيه بروسيسنج زي ما ورجيناكم بالفيديو او ان ريكول. اللي دخل بالسلكشن اوف اتنشن، شفنا انه هناك فيها البلان اوف فيوتشر، البلان اوف ماي اكشنز، فيها الوركينج ميموري، فيها ما دام احنا بدي هناك هي اللي حتتخذ قرارات شو انا لازم اعمل وشو لازم اتصرف في اني سيتويشن، لازم يكون في عندها ميموري تقدر تبني عليها هذه القرارات. انا ليت امتحان طلعت العب شد وطبلت على الفيرس، هاي المعلومه والميموري بدها تتخزن بالبري فرونتال كورتكس عشان لما يجي كمان ايفنت انا اعرف كيف اتصرف. فالكونسيكونسز اوف ايفنت، consequences of event، نتائج الافعال سواء اللي انت بتعملها او بتشوفها، consequences of your action، انا لعبت بالموبايل اليوم الدكتور طرني، هاي الشغلات بتنحفظ عندك بالبريفرونتال كورتكس عشان المره الجاي هي تقدر تعرف تتخذ القرار الصح. انا مش فارق عندي يلا بلعب بالموبايل، او انا مش فارق عندي بدي اطلع الليله واطنش الامتحان. ففيها بنحفظ consequences of event او consequences of يس انا فكرت على ما شفتي تفضل او ال consequences of our behavior. وما دام البني ادم وشخصيته عباره عن هاي في هون عباره عن شو هو بتصرف نتيجه هذا الايفنت او نتيجه هذا الحدث او وات ايفر، فمعناته بنيجي نحكي هي مكان البيرسوناليتي، هي المسؤولة عن شخصيتك والبرسوناليتي. يعني هذا مثابر كيرلس عصبي، هاي الأشياء لأنه إحنا بنحدد هاي الشخصية بناء على هذا السيتويشن أو هذا الإيفنت اللي أنت شرحت لنا في الأول. تمام؟ سؤال. إيه؟ لا. في فاريشن بالاناتومي والفسيولوجي والاكسبيرينس وكل شيء. في قصدك ليه الناس على 14 ناس 15 ناس على 19 ناس عم تقول الناس لا؟ في ناس ما كان مهتم فعشان هيك ما عاد صح. مو بالضبط انه ما كان مستمع، ليه انا اللي لانه بناء عندك انه انت كنت مهتمه، اه والله اذا عيد صح واجرب ولا
كل واحد يسلمك شوفي هاي واحد اثنين حتى الناس اللي حاولت على عادة الفاريشن يا الواحد بيعد 14 وبشوف الجوريلا يا بيعد 15 وما بشوف الجوريلا. أغلب الناس الجزء الكبير من الناس بيكون إما ركز منيح على الأبيض فبمر الجوريلا وما بيفرقله أو ركز كثير على الأبيض هذول اللي بعيدوا 15 وما بشوف الجوريلا أو بتلاقي ركز كثير على الأبيض إجا الجوريلا شاف إشي جديد طب أنا هذا شو دخلني فيه أنا مهم أن أعد هذا بس عشان يلحقني عبين ما عمل هاي الحكي طارت واحدة فعد 14 بس شاف الجوريلا. في ناس أشطر شوي ومخهم مدرب أنه يجي بسرعة شاف الجوريلا هذا مش مهم برجع عد وعد 15 حتى لو ما رجع عد بس مخه حسب أنه في واحدة راحت لأنه بهاي اللحظة اللي أنا غيرت فيها بعد 15 شاف الجوريلا ما هي في نسبة من الناس ودائما في عندنا نسبة من الناس اللي ما بعد 14 ما شوف الجوريلا هذول المبدعين بس تفرق انت كيف الفريم تاعك بيشفرق في كثير فروق يعني مرات من الاناتومي مرات جينيتك مرات كيف النما مرات كيف الاكسبيرينس انا متعود اشتغل بالتحضير وبدندن اكثر من شغله هاي بتخليني هي الاكثر اني عد 15 يوم جوريلا انا لا متعود اركز على شغله واحده ويو اكسبيرينس ان لايف الايفنتس هاي كمان بتفايبر كيف بتمانج هلا اذا خربت البري فرونتال كورتكس وهذا الحكي زي ما كنت احكي لزميلتكم ممكن يكون نتيجة anatomical changes variation عادية ممكن يكون genetic factors ممكن يكون environmental هو ما دربه من صغير ما تعرض عندي لأنه يتخذ قرارات و events وأشياء هيك ما صار عنده good experience ممكن تكون نتيجة damage, trauma, stroke أو في عندي variation تغير بالchemicals والneurotransmitter اللي فيها معناته البريفرونتال ما حتشتغل صح وكثير اشياء راح تبدا تظهر اولا ممكن يكون في عنده خلل بالاتنشن وهذا الحكي اللي بنشوفه عند بعض الاطفال اللي بنيجي بنحكي عندهم اتنشن ديفيشنسي ديسوردر اي دي دي او في منهم بيكون اتنشن ديفيشنسي هايبر اكتيفيتي ديسوردر اي دي اتش دي ريجاردلس في هايبر اكتيفيتي او لا اذا ما في جود اتنشن هذول الاطفال ما حيقدروا يركزوا على شيء فما حيتعلموا عشان هيك من اكبر المشاكل عند الاهالي هذول او الكومبلينس انه مش قاعد بتعلم بالمدرسه ولا بتعلم ولا بتعلم شيء هذا الحكي مرات بيصير عند الادرس وعند بعض الناس وبيجي بيحكي لك دكتور انا بدرس وبقرا الشيت او المحاضره مرتين او ثلاثه بس مع ذلك بجيش الامتحان اركز او ما بجيبش منيح طب تحاول تساله عن المعلومات هو مش متذكرها انه كان بيقلب بالصفحات بس فعليا مش مركز صح ومش معطيهم الاهتمام الصح عشان الكورتكس يحطهم او النوع الثاني اللي هو بيعرف عن حاله انه مش مركز لانه بيبدا يقرا بالمحاضره بيلاقي سؤال بيفتح اللابتوب او الكمبيوتر عشان يجاوب هذا السؤال تلاقيه بعدين فتح الفيسبوك قرا بوست بعدين نط على ابصر وين بعدين نط وين بعدين بيكتشف انه مضى اخر ساعه ونص بيحضر فيديوهات لمسس ابصر بتعمل على اليوتيوب إذا اختلت كمان مش بس ممكن الاتنشن احنا حكينا البيرسوناليتي الاكشنز كمان هناك فعشان هيك هناك ممكن تظهر لوت اوف بيرسوناليتي ديسوردرز من اهمها الديبريشن الاكتئاب من اهمها بعض الانزايتي ديسوردرز من اهمها في عندنا كمان تايب اوف خليني احكي psychiatric disorder بنسميه impulsivity الناس اللي ما بيهتم عندي بالconsequences of his behavior تعرف شعور حلو تعال نجرب نط من الطابق الثالث نشوف شعور حلو الواحد يكون طيب الهواء بتكسله اتنشي الثلاث تعال والله نجرب اني نسوق على 120 واحنا مغمضين ايدينا مغمضين عينينا وزلتين impulsivity disorder ما بيتخذ ما بيعرف شو الconsequences of his behavior ممكن تصرف اشياء تعرض حياته للخطر اوكي فحكينا انه ممكن تسوي انزايتي ممكن تسوي امبولسيفيتي ديسوردر ممكن تسوي الاتنشن بروبلمز والديبريشن وغيرها في حدا مش فاهم البري فرونتال ان جنرال نروح للمنطقه الثانيه بالبرين اللي حكينا بدنا نحكي عنها وهي هي زي ما حكينا اللي هي المنطقه البوستيريور بارايتال وهي البوستيريور بارايتال
إذا بدي ألخص الفانكشن تاعها كلمتين ثلاث بقدر أحكي sequence of things of relation of things to each other. Okay؟ فsequence and relation أهم طريقة البروسيسنج اللي بيعملوا. بس السيكونس بتدخل عندي كثير أشياء. فمثلا أنا بعرف إنه الشاب اللي لابس نظارات قاعد على يميني تقريبا بهاي المسافة، والصبية مثلا لابسة حجاب أحمر قاعدة على سوري على يميني بهاي المسافة، وهذاك على شمالي. في الشاب أبو شعرات اللي مش مركز بالمحاضرة قاعد آخر شيء هناك متساوي. هاي كلها ريليشن تو إيتش أذر. فعلاقة الأشياء حوالي بالمحيط تاعي والميموريز إلي حتى وأنا لابس إلها وين صارت علاقتهم وين صار مكانهم بالنسبة إلي، هذا كلياته ريليشنز وسيكونس. بالنسبة للرياضيات رقم 5 أصغر من رقم 7 و 3 زائد 2 يساوي 5، كل هاي الأشياء سيكونس وريليشن. لأنه مش بس أنا بحفظ الترتيب أو والله 5 أصغر من 7 لا، عارف أنه في فرق بينهم 2 على جدول العدد. أنا بعرف أنه كلية التمريض جنب مجمع القاعات الطبية وبقالهم كلية الطب، والله رئيسي إذا بدناته بدي أنزل أتعدى الزراعة بعدين من برج الساعة أروح الشمال، وهاي علاقتهم مع بعض هاي من البوستيريور باريتال. الكلمات لما أنا أجي أفسر كلمات الجمل اللي بعرف بسمعها أو لما أجي أحكي جملة، ترتيب الكلمات وترتيب الأحرف حسب الجرامر هاي برضو إلها دخل بين سيكونس والترتيب. لأنه إذا ما في ترتيب صح معناته المعنى صح عندي غلط. فالسيكونس والكورليشنز بتدخل بكتير أشياء. وإذا خربت البوستيريور بارايتال معناته أنا حبطل أعرف علاقة الأشياء مع بعضها. وهاي بالنسبة إلي لأنه بطلت أعرف إنه والله الشاب هون على إيدي الشمال والصبي زي ما حكينا على إيدي اليمين وذاك الشاب قدامي، حبطل اهتم مين هون ومين هناك او انسى وين هم. وهذا نبدا نحكي عنه نيجليكت سيندروم. اذا انا بطلت اعرف ترتيب الاعداد وعلاقتهم مع بعض، حبطل معناته اعرف اعمل الرياضيات والاحساب، وهذا معناته في خلل بالرياضيات والاحساب، وهذا بنحكي عنه اي كالكوليا. اذا انا بطلت اعرف علاقه الاشياء مع بعض وكيف الطريق ذكر وانا اعرف وندل، وحكينا وين كيف اروح لبرج الساعة وكيف اوصل للبوابة الجنوبية، هاي بنسميها اللي هي النافيجيشن، نافيجيشن سيستم تاعي المخزن بمخي وبتعرف اتجاههم. اذا خرب معناته حيصير عندي خلل في النافيجيشن سيستم. اذا خربت تفسير البارايتال. في كمان شغلة بتعتمد على السيكونس والترتيب. انا لما بدي اعمل اي حركة، لو فرضنا حكينا بدي البس القميص وبركب الزر، شوفوا مش هذا في سيكونس. انا اذا حركت الايد اليمين قبل ما الشمال تفتح العروه ما حلته صح، فمعناته كثير اوف ماي موفمنت بلزمها سيكونس. لا معناته انا لما اجي احرك اي حركه البريفرونتال مثلا هتقرر انه والله انت بدك تعمل انه بدك تزر القميص، البوستيريور بارايتال لازم تعمل لي الحساب ايش انا لازم اعمل ستيبس بالاول، تبعت هذه الحسابات للبري موتور، البري موتور بتحكي بناء ما دام انا بدي اعمل هاي الحركات السيكونس معناته الشمال لازم تفتح العروق بالاول، معناته هاي العضلات اللي بدها تتحرك، وبعدين بوديهم للبرايمر عشان تنفذهم. وشفنا انه إذا البري موتور خربت معناته أنا ما هعرف أي حركات لازم تتحرك بالضبط، حيصير عندي أبراكسيا. بس برضه إذا البوستيريور بارايتال خربت معناته أنا ما هعرف السيكونس صح، حتى لو أنا عارف أي حركات لازم أو عضلات لازم يتحركوا، بس السيكونس ومين قبل مين ما حتطلع. فحتلاقيني بدز الزر قبل ما أفتح العروة، بهاي الحالة راح أقدر ألبس صح. فمعناته خلل عندي بالبوستيريور بارايتال راح يؤدي عندي كمان لخلل بالمومنت، وهذا الحكي بيشبه الابراكسيا وعاده بيكون زيه زي الابراكسيا. عشان هيك بنحكي الابراكسيا بتصير سواء خرب عندي البري موتور او البوستيريور بارايتال.
اخر شغله حنحكي عنها كمان في البوستيريور بارايتال، حكينا بهمها الترتيب من ناحيه لانجوج. فاذا هي ما كانت بتحسب عندي الترتيب لللانجوج راح يختل عندي فهمي لللانجوج. بس المشكله الاكبر لما انا بدي انتج لانجوج انا بعتمد على الترتيب على البوستيريور بارايتال، فبعرف انه احط الفعل بعدين الاسم بعدين الفاعل بعدين المفعول به بالترتيب هذا بناء على البوستيريور بارايتال. البوستيريور بارايتال مش موجوده، لما اجي انتج اللانجوج مش راح اعرف كيف اطلع ترتيب، وحطلع التركيب مختلف. فبتلاقيني بصف المريض هذا كلمات ورا بعض، كلمات منهج دخلت بعض مش مترابطه، ما حتفهم منه معنى، وهو بس كلمات ورا بعض، وممكن مش الكلمات كلها تخرب. او على خليني اعطي مثال على الكلمات، متذكرين شو اسمه؟ بالمسرحيه لما كان يونس شلبي بصف كلمات كلمات، هاكل الواد ما بيجمعش؟ بيحكي هو كلمات وكلمه لها معنى بس مش مترابطه مع بعض. نونسنس مين. وممكن يكون الخلل السوسيبير لدرجه انه مش الكلمات طالعه صحتها، الكلمه وسيكونس الاحرف فيها تخربط، فبطلع كانه في اي اصوات او اي حركات على الفاضي. والمشكله الاكبر عند هذا المريض لما يسمع حاله شو هو حكى، اللي حيعتمد على الترتيب ويفسر حكيت صح ولا لا خربان. فبالنسبه له ما حيعرف انه هو بيحكي غلط، وحيكمل حكي ما حدا فاهم عنه، بس هو بنظره هو مفكر حاله بيحكي صح. ونورجيكم فيديو لحاله زي هيك. زي ما لاحظتوا سواء لما تتعرف على الاشياء او حتى لو بتعيد كلمات الترتيب هو بيجي عند البوستيريور بارايتال. واذا هاي المنطقه خربانه معناته ما حطلع ترتيب صح وانتم ما حتفهموا عليها سواء الكلمه نفسها او ترتيب الكلمات فيهم. وهاي هذا النوع بنسميه ريسبتيف افيزيا، خلل باللانجوج اسمه افيزيا مش اجنوزيا. وهذا النوع من الافيزيا بنسميه ريسبتيف افيزيا، واصطلاحا عادة بتسمى فيرنيك او ويرنيك افيزيا بناء على اول دكتور وصفها. وعادة هذا الجزء اللي له دخل بحساب السيكونس لللانجوج مش كل البوستيريور بارايتال، لا هو الجزء السفلي منه بهاي المنطقة اللي تقريبا هي المنطقة الوصل بين البارايتال والتمبورال. فعشان هيك من ناحية اناتومي هاي بنسميها بارايتو تيمبورال ريجن، المنطقة بين البارايتال والتيمبورال. ومن ناحية فيسيولوجي فهي اسوسيشن كورتكس، لأنه هاي النوع هل هي برايمري ولا سكندري؟ اسوسيشن فيها أكثر من انفورميشن مع بعض، فهي اسوسيشن كورتكس أوف لانجويج أندرستاندينج. واصطلاحا بنسميها ويرنيك اريا، ومن ناحيه ارقام فهي اريا 39 و40. عرفنا اسم الفسيولوجي اناتومي الرقم، واصطلاحا حكينا هي ويرنيك اريا.
والمرض لما بتخرب عند الصبيه حكينا اسمه ريسبتيف افيزيا او ويرنيك افيزيا. هلا اللانجوج كمان مش بس ريسبتيف، يعني احنا حكينا انه هنحسب الترتيب بس بناء عليه في منطقة لازم تاخذ هذا الترتيب وتقرر انه فعليا شو بدنا نحكي وتودي الامر بعديها للبري موتور عشان يحسبه، والبري موتور بتحسب ايش العضلات وتطلعها للموتور. اذا البرايمري موتور محتلة شفنا انه باراليسيس، فيش عندي حركة سواء بالتانج بالليبس باراليسيس. اذا البرايمري شغالة بس البري موتور خربانة ما في باراليسيس، بس وقتها انا ما حقدر اطلع كومبلكس موفمنت، ما حقدر احرك لساني والشفايف بطريقه صح عشان اطلع كومبلكس موفمنت، وهذا اكيد حيأثر عندي على حكي. بس بهي الحاله بتكون بس ابراكسيا. مد لسانك ارفع لفوق نزل تحت، طب اعطيني عشان انت كومبلكس موفمنت طلع حالي، عرفت؟ ما حيقدر، ابراكسيا. وبالنهايه الابراكسيا حتأثر على اللانجوج. بس اذا البرايمري شغاله السكندري شغالة بس المنطقة اللي بتقرر فيها شو بدنا نحكي وبتحدد شو بدنا نحكي وبتودي الاوردر للسكندري عشان تصير العضلات هي اللي مش شغالة، بهاي الحالة ما حقدر احكي. حرك لسانك اوكي، فيش في باراليسيز، اعطيني كومبلكس موفمنت، فيش في كومبلكس موفمنت وما في ابراكسيا، طب يلا نحكي، مش قادر احكي. فمثلا لو واحد كان مقرر بده يحكي 1 2 3، انا من ناحيه انتاج الكلام لما بدي احكي لكم 1 2 3 ممكن احكيهم 1 2 3، ممكن اعد لكم اياهم او اشرحهم او اكتب لكم اياهم. بالنهايه البري فرونتال كورتكس تاعتنا حتقرر انه بدنا نعد 1 2 3، حتوديها للمنطقة اللي مسؤولة عن إنتاج اللانجوج، منطقة اللانجوج حتقرر إنه بدي أحكيها حكي أو أشرها إشارة أو أكتبها كتابة. إذا هاي المنطقة خربانة، البري فرونتال بتحكي يلا بدنا نعد لل 1 2 3، بتوديها هاي المنطقة خربانة، شو بعمل؟ بعملش، بحكي، بأشر، بكتب، لأنه ما بقدر أنتج لانجوج. وهي المنطقة اسمها Association Cortex of Language Production. ومن ناحية أناتومي هي موجودة بالجزء السفلي من الفرونتال لوب هون. وبنسميها Lower Portion أو Lower Area of Frontal Loop. ومن ناحية أرقام فهي Area 44 و45. وإذا خربت عنده راح يصير الواحد ما يقدر ينتج اللانجوج، فعشان هيك بنسميها اكسبريسيف افيزيا او برودكشن افيزيا او اصطلاحا هاي اسمها حسب اسم اول دكتور وصفها اللي هو بروكا، فبنسميها بروكا افيزيا. وعشان هيك اصطلاحا هاي المنطقه بنسميها بروكا اريا. وخلينا نورجيكم لفيديو، الفيديو فيه صبيه كانت بمحاضرة الإنجليزي قاعدة بتقرأ من كتاب وفجأة بطلت قادرة تقرأ. ليه؟ لأنه صار عندها ستروك، وهي راح تحاول بالفيديو تحكي هاي القصة. شوفوا كيف اللي حتحكي فيه. And
طلعتوا كده بتحكي فيه كلمات صغيره صغيره مقطعه في كلمات كتير مش عارفه تحكيها اوز سكول بوك ليه هلا المشكله هي عارفه شو بدها تحكي يس عارفه شو بدها تحكي وعارفه حالها حكت ولا ما حكت وحكت صح ولا ما حكت صح طلعت ما طلعته السمع عندها منيح وعندها لسان منيح بتعرف حالها مش قادره تحكي بتشدها حالها تجرب تحكي مثلا لما اجوا سالوها شو اسمك قالت سكوت بعدين انتبهت انه حكت غلط صفت او نو سارة سكوت والاحلى من هيك لما سالوها كم عمرك شو حكت لهم اي كان مسكت القلم تحاول تكتب تأشر اي اشي بس انا ما كان خلص اللي ما حتحكيه ما حتقدر لا تكتبه ولا تأشر ولا زي ما حكينا هاي اسمها بروكا افيزيا او اكسبريسيف افيزيا لا الناس اللي بيكون اصلا ما بيحكي عنده لغه اشاره اذا كبر تروح عنده لغه اوكي لا ضل نحكي عن اخر شغله بالكورتكس اللي هي بنسميها اللاتيراليتي اوف ذا برين احنا في عندنا تو هيمسفيرز رايت وليفت وشفنا انه في عندي رايت برايمري سوماتو سنسوري كورتكس تاخذ عندي من الليفت بادي وليفت سوماتو سنسوري كورتكس برايمري سوماتو سنسوري كورتكس بتروح من الرايت بس بعد ما البرايمري سنسوري اريا تستقبل المعلومه لوين بتوديها؟ للسكندري والسكندري شو بتعمل فيها؟ بتعملها بروسيسنج شو من البروسيسنج اللي بتعمله؟ بتقارنها بالميموريز بالاشياء ومعناته بدها تعمل بروسيسنج وعشان تقدر تعمل بروسيسنج بدها تحفظ ميموري صح؟ ايش هاد حكينا؟ مفتاح سيارة كيف عرفتوا انه مفتاح؟ مخزن عندكم بالميموري صورة له او صورة لاشي شبه صح؟ طب هل مخزن عندي بالسكندري اللي على الرايت ولا اللي على الليفت؟ ولا لازم نخزنها على الجهتين؟ منطقي نخزنها على الجهتين؟ لو عندك كمبيوتر وهارد ديسك بدك تسيب عليه اي او كمبيوتر فيه تو هارد ديسك بدك تسيب عليه معلومة ولا صور ولا فيديو؟ بتسيبهم على اثنين ولا بتقرب على واحد منهم؟ عندك اشي كبير ممكن اسيب نصه هون ونصه هون بس هل معناته لازم تعمل كل اشي منه تو كوبيز؟ ليه ما تعمل منه تو كوبيز؟ عشان اوفر مساحة وباور نفس الاشي بالنسبة للبرين انا عندي عدد محدود من الكورتكس اريز عندي هون سكندري وهون سكندري هل معلومة منطق اخزنها باليمين والشمال؟ لا في اشياء حخزنها باليمين واشياء اخزنها بالشمال حتى اذا في اشي كبير بدي اخزنه بالجهتين بخزن نصه هون ونصه هون ما في منطق انه كل شيء يتخزن بالجهتين ولما اجي اعمل بروسيسنج حسب الاشي مخزن باليمين ولا بالشمال في اريا بالبرين حتشتغل اذا اذا المعلومه والميموري ساعتها مخزن على اليمين معناته بهاي الحاله البرين اليمين اللي حيشتغل بينما اذا المعلومه مخزن بالشمال البرين الشمال اللي حيشتغل وعادة الأجزاء اللي هي بتكون religion holistic بتكون عندي art creativity music tone feeling emotions هي عادة الأجزاء اللي بتتخزن عندي على right side بينما لما تكون الشغلة عندي logic analysis math sequence facts هاي الأشياء عادة بتتخزن عندي أكثر على left side هلا في اشياء نص بنص فعشان هيك نخزن نصها هون ونصها هون او 55 ب 45 60 ب 40 فمثلا الوجوه الوجوه هل شغلة الوجوه بتعرف على الوجوه ارت وايموشن ولا اناليسيز ولوجيك؟ اثنين انت في عندك الارت تاعه الشكل الوجه الايموشن مرتبطة فيه بس برضه نعتمد على حجم العين، مسافة بين العينين، شكله الهير لاين، الفيس لاين، عشان هيك الوجوه مرتبطة عند مخزن نصها هون ونصها هون. وعشان هيك إذا خربت الشمال لحالها حيصير عند الواحد فيش بلايندس أو كروس باجنوزي اللي حكينا عنه المرة الماضية؟ لا. بينما إذا خربت اليمين لحالها برضه لا وبيلزم يروحوا الاثنين. السمع عندي
إذا أنت بتسمع عندي قاعد أغنية معناته قاعد بصير processing the music للتون ليني حتروح عندي هذا الحكي للبرايمري اوديتوري على اليمين والبرايمري اوديتوري على الشمال بس بده يصير لها processing بالسكندري لما تكون أنت بتسمع أغنية موسيقى أي حاجة يصير الأكثر وهالسؤال وفعليا طلع على البرين الرايت برين قد إيه حيصير لما يكون واحد بيسمع ميوزك بدلك بينما إذا أنت قاعد بتسمع حكي وهذا الحكي بدك تترجمه وتفهم السيكونس تاعه والترتيب تاعه هنلاحظ انه الليفت سايد بيشتغل اكثر عشان هيك اللانجوج مين اللي بنحكي عندي على الليفت سايد انا عندي 39 و40 على اليمين وعلى الشمال بس مين الاهم عندي؟ شمال عندي اريا ويرنك عندي اريا 44 و45 على الرايت وعلى الليفت بس مين الاهم والاكبر؟ شمال وفعليا على الاناتومي هاي اريا تقريبا اللي هي الويرنك اريا لاحظوا على الليفت سايد قد ايه اكبر وكومبلكس من الرايت سايد وعشان هيك احنا حكينا منطقة 39 و40 اصطلاحا بنسميها ويرنك اريا على اليمين ولا على الشمال؟ الشمال على اليمين ما بنسميها لانه اذا خربت ما بنسميها ويرنك نفس الشيء بروكر 44 على الليفت اللي اسمها بروكر بينما على الرايت هاي اسمها بروكر تمام لهون؟ فهاي هي اللاتيرالتي اوف ذا برين وكثير اشياء من الفانكشنز اللي حكيناها في شيء مرتبط على اليمين اكثر من الشمال مثلا لما اجينا حكينا على الاولفاكتوري حكينا احنا بنستقبل البرايمري اولفاكتوري وبعدين بنودي سكندري اولفاكتوري عشان يصير بروسيسنج والاولفاكتوري من اكثر السنسيشن اللي مرتبط عندي بالارت والايموشن بيجي بيحكوا لك في اروما تحس بالايموشن تاعك في شيء يخليك سعيد جوعان زعلان معصب بدك مش معز بدك تستفرغ whatever فعشان هيك سكندري تاعت الاولفاكتوري اهم واكبر على الرايت ولا الليفت على الرايت فعليا السكندري تاعت الاولفاكتوري على الليفت صغير كثير مقارنه بال رايت فاذا خربت عندي السكندري اولفاكتوري على الليفت حيصير عندي البيشنت شي لا بينما اذا خربت الرايت ايش يصير عنده لما تضرب السكندري تاعت الاولفاكتوري ايش بصير عند البيشنت الفاكتوري اجنوزيا فعشان هيك فعليا الاولفاكتوري اجنوزيا مرتبطه عندي بالسكندري اولفاكتوري اللي على الرايت برين اللي اسمها اوربيتو فرونتال كورتكس تمام في وبناء على هذا الحكي بيجوا بيحكوا لكم اه والله البرين اليمين اللي هو هيك والبرين الشمال او in other word اللي بنسميها اللاتيرالتي اوف ذا برين في حد مش فاهم اخر معلومه عن اللاتيرالتي بس ضل دقيقتين احنا حكينا انه في عندي اريا 39 و40 على يمين والشمال وحكينا من ناحيه افيزيا وسيكونس ولوجيك اكثر على الشمال طب اليمين شو وظيفتها الها دخل باللانجوج صح بس الها دخل باللانجوج من اي ناحيه تونز وميوزك وايموشن صح فمثلا شو اسمك منذر منذر اليوم موجود بالمحاضرة منذر اليوم موجود بالمحاضرة منذر اليوم موجود بالمحاضرة من ناحية سيكونس وترتيب في فرق بين الثلاثة؟ لا بس هل في المعنى بفرق؟ شو اللي فرق عليكم؟ التونز والميوزك على الرايت فرقت عرفت ان الاولى انا بحكي لك الثانيه بسال الثالثه بتفاجئ ففي عندي لها فانكشن بس اي اهم باللغه التونز ولا الترتيب؟ الترتيب عشان هيك اكبر على الليفت خلي بعد مكانه اي مكان